السلام عليكم، معاكم الشيف عجينة المعجناتي. النهارده هقول لكم على اسهل وصفه تلفوا بيها ورق العنب. ورق العنب بالطريقه اللي عاملاها ولاء في المطبخ. ولاء في المطبخ ما فيش مستحيل، هتخليكي شيف عالميه ان شاء الله باذن الله. النهارده هنتكلم عشان تقدري تلفي ورق العنب. طيب هتلفيه ازاي؟ مش بسهوله كده اي حد يقدر يلف ورق العنب، لا مفيش حاجه سهله ومفيش حاجه صعبه. الاول لازم تلفي على القراءه كامله بتاعت ورق في المطبخ. ايوه، ما ده لف وده لف، هتلفي على الفيديوهات كلها وتتفرجوا عليها، هتقدري تلفي ورق العنب. ورق العنب المميز مميز جدا جدا جدا. طبعا كلكم شايفين الليمون على الورق العنب، ده مش ليمون، ده ليمون. في فرق بين الليمون وفي فرق بين الليمون، ده ليه نكهه وده ليه نكهه، وده نكهته مميزه جدا جدا مع ورق العنب والبقدونس الاخضر وحبات الطماطم. ان شاء الله هتبقوا كلكم شيف مع ولاء في المطبخ من غير لف ودوران. هتلفوا وتلفوا وتلفوا وهتدوخوا، وعشان ما تدوخوش وتعرفوا تلفوا ورق العنب مش هتعرفوا تلفوه غير في مطبخ ولاء في المطبخ. قناة متميزة، قناة رائعة، قناة مبدعة، صاحبة القناة طيبة جدا جدا وقلبها طيب، وربنا حافظها بيكم انكم احسن متابعين في الدنيا دي كلها. انتم اللي مشجعينها تشجيع، وان شاء الله ربنا كرمكم وقدرتوا تعملوا نفس الطبق دوت، اوعى تنسخوكوا غلبان. ادوني طبق، ادوني طبق.